كم شو بير دي زاد كالعاده معكم. رانا ولينا نتكلموا على السوبر كلاسيكو ما بين بلد واحد وهو الارجنتين بين ريفر بليت مع بوكا جينيور، وين شلنا جماهير لم يشهد لها ملعب ريال في مدريد، المدينه تاع مدريد اليوم اللي شافوا الجمهور، جماهير اللي تعشق كرة القدم حتى النخاع. شنا كيفاش أنصار ريفر بليت مع تاع بوكا جينيور. شنا قبل المقابلة فيها واحد سكتة قلبية، مات مناصر من تاع ريفر بليت اللي مات. شنا بوكا جينيور كيفاش الأنصار تاعهم، كيفاش الحماس في الميدان، يعني أنصار اللي يعطوا الولاء للأندية تاعهم، أنصار اللي ما تجمش تدخلوا ايكيب وحده اخرى في راسه، انصار اللي ما تجمش تدخلوا ايكيب وحده اخرى في راسه، انصار محبين للفرق تاعهم، لاعبين يكونوا محبين للفرق، مش هو يلعب في فريق ويقول لك عندي فريق تاع قلب وحده اخر كيما هذو هنا تاعنا، يلعب في نادي مي يقول لك الفريق تاع القلب. بوكا جينيور وريفر بليت ما كانش هذه تاع عندي فريق، خاطر غدوه ان شاء الله يصبح ميت، ما كانش هذه تاع نلعب مع فريق ونبغي نكسب جمهور وحده اخر نقول لهم لا نبغي ذاك الفريق، ما كانش بيناتهم انديه اللي تعطي المثل، الانديه اللي سيبورتال اللي يعطوا المثل في حب الفرق والالوان تاع الفرق تاعهم. السوبر كلاسيكو اللي كيما يقول لك عنده مشاهده، اللي عنده دار ضجه كبيره بسبب رفض الحكام، بسبب الامن، بسبب بزاف صوالح. حنايا شنا تكلموا على الشوط الاول، شلنا الشوط الاول كيفاش انطلاقه لبوكا جينيور اللي راه اللعابه تاعهم اللي راهم يقدموا في مستوى رفيع، شلنا ريفر بليت بالهجمات تاعهم خاصه في الدقائق الاولى وين كوفرو في الدقيقه 17 اللي خرجها الدفاع كانت رايحة للشباك، خرجها الدفاع الركنية. يعني شلنا مقابلة بداية قوية من بوكا جينيور، شلنا ما شلناش ريفر بليت بزاف، ما شلناش بزاف المقابلة، يعني مقابلة صعبة، مقابلة شلنا كيفاش الهدف جاء في الدقيقة 44 من بيناديو، اللاعب الخطير اللي شكل خطوره كبيره على ريفر بليت، هذا بيناديو اللي شنا كيفاش ضيع، خاصه وين ضيع 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 في الدقيقه 39 هدف كان محقق، وين ضيع فانيك في الدقيقه 12 فانيك هدف كان محقق. هذا المهاجم الخطير اللي راه يقدم في مستوى كبير اللي يعرفوا هذ اللاعبين المراقبين المكتشفين، لاعبين راهم قاع يشوفوا في هذه المقابله، كل لاعب يبغي يمد واش يكسب في هذه المقابله، خاصه هذا اللاعب تاع بوكا جينيور بيناديو اللي راه يقدم في مستوى كبير، هذا المهاجم اللي يقدم اللي سجل الهدف وشنا هو السم القاتل تاع الدفاع تاع ريفر بليت اللي راهي عاني مع هذا المهاجم، وشناه كيفاش يلعب بكل شراسه، يلعب وين دا بطاقه صفراء بالتدخلات العنيفه، هذا رغم انه مهاجم لكن يلعب كديفونسير. هذه هي، ومن بعد نشوفوا الشوط الثاني ان شاء الله بربي، صحيح ربي يحفظكم.